أهلا بيكم. نكمل مع بعض ملف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. كنا عرفنا أن مهدي عاكف لما جه حاول يصلح ما فعله الهضيبي، فبدأ يمد نفوذ التنظيم في المغرب العربي، فعمل علاقة مع تنظيم الغنوشي اللي هو حركة النهضة، وعمل علاقة مع بن كيران في المغرب، وده كان بسبب الانشقاقات اللي حصلت في الكويت والسودان، فكان لازم يلحق يلم التنظيم من تاني. لكن حصل خلاف ما بين تنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وبين إخوان الإمارات، وتم حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الإماراتية بسبب ثبوت نشرهم لأفكار تكفيرية ومطرفة ضد أمن الدولة. واستمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ما بين الرغبة في إن وجود خلافة إسلامية على أرض العالم وبين تقوية التنظيمات دي داخل الدول، ولكنهم فشلوا بعد 30 يونيو. ليه؟ هنا المكتب بتاع الإرشاد حط الإخوان بتوع الدول في مأزق بين إنهم يعلنوا ولائهم للجماعة ولا للدول اللي هم فيها. وبالطبع أغلب التنظيمات في الدول ما يقدروش يطالبوا الدول بتاعتهم إن هم يقفوا جنب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ده سبب أزمة كبيرة في العلاقات بين التنظيم الدولي وبعضه البعض. ده كان نتيجته انفصال إخوان الأردن. ليه؟ إخوان الأردن أشهروا الجماعة ورفضوا إنهم يعملوا بسرية، ده أغضب مكتب الإرشاد فاضطروا إلى فصلهم. جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تأسست عام 1945 شهدت انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين، أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية الجمعية الجديدة ترخيصا في أذار الماضي. ونيجي لشخص مهم جدا في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. لما حصلت المشكلة بعد 30 يونيو كانت تركيا كانت القبلة لكل الهاربين من مصر، يعني أي حاجة بتحصل هنا كانوا على طول بيهربوا يروحوا على تركيا، وفتحوا هناك قنوات وعملوا هناك شغل وفضلوا مستمرين لحد دلوقتي هناك. هو لا نستطيع ان نقول ان هو تركيا كانت علاقه تنظيميه بمعنى الواضح، لان هو الاخوان عملوا توليفه كده في هذا التوقيت بيفرقوا ما بين علاقه الود والصداقه او العلاقه التنسيقيه والعلاقه التنظيميه. كذلك كانوا بتمتد علاقتهم مع اربكان كعلاقه تنسيقيه ومع اردوغان، ولكن لم يستطيعوا ان يقولوا ان اردوغان بشكل واضح تابع للتنظيم الدولي، لأن هذا غير مقبول تركيا، وكان الجيش قادر على الانقلاب وانقلب على أربكان قبل ذلك. وأردوغان بيعلن العلمانية بشكل واضح وصريح، وما زالت الدعارة مرخصة في تركيا، والمرأة المحجبة ممنوع عنها دخول البرلمان ودخول الجامعات، حتى أن أربكان عشان يدخل عياله الجامعات اللي هم في جامعة راح ودهم يدرسوا في أمريكا، لأن الجامعات التركية تحظر الحجاب. فالعلاقة تركيا هي علاقة تنسيقية أكثر منها ولاء تنظيمي وبيعة بالمعنى المفهوم. بالرغم من أني لا أعطي هذا الوزن الكبير للتنظيم الدولي وتأثيره على المشهد المصري، إلا أن في ظل الأزمة الكبيرة التي تعيشها الجماعة في مصر وتشظيها إلى ثلاثة أقسام، يبرز دور التنظيم الدولي في تقديم الحلول والرؤى واستنقاذ الجماعة مما وصلت إليه. لا شك أن الدور التركي كان دورا مؤثرا وكبيرا في الدعم الإعلامي والدعم السياسي للنظام السابق في مصر الذي كان تمثله جماعة الإخوان. هذا الدور التركي يتعرض للتآكل مع تصدع القدرة لدى النظام السياسي التركي وخسارته للانتخابات البرلمانية بشكل كبير، وبالتالي عدم قدرته على تشكيل الحكومة منفردة. لازال هذا السقوط السياسي يتصاعد في تركيا، وبالتالي هذا الدعم التركي يتقلص، كما أن هناك بعد آخر وهو عدم رضا من أركان حزب العدالة والتنمية عن جملة التوجهات السياسية التي سلكتها قيادة الإخوان في مصر،
وبالتالي اجتماع هذين العاملين قد يقلص من هذا الدعم التركي الذي اعتمدت عليه الجماعة إلى حد كبير، ومن ثم هم الآن الإخوان الذين لجأوا إلى تركيا يفكرون الآن في ملاذ آخر تحسبا لهذا الاحتمال. بالإضافة إلى تركيا، اللي دعمت وجود الإخوان عندها كانت قطر. الإخوان لما حصلت معاهم المشكلة هنا هربوا برضو على قطر واشتغلوا هناك وعملوا برضو قنوات وكان ليهم شركات، ويعني بقى لهم تواجد بشكل ما، وأصبحت الجزيرة قناة إخوانية رسمية. بدأوا يغلطوا في التاريخ وبدأوا يغلطوا في الأحداث، يعني فجأة تلاقي حدث بيحصل في طنطا بينقلوه على أساس أنه موجود في أسوان، وكأن مصر كلها شغالة تعمل مظاهرات ضد الحكم بتاع السيسي. الكلام ده ما كانش حقيقي. في نفس الوقت ده قناة الجزيرة بأمريكا تم وقفها. ليه؟ مش عشان خاطر الأفكار، عشان خاطر ضعف نسب المشاهدة اللي موجودة في أمريكا. ونفس الوقت تزامن وقف قناة الجزيرة مباشر مصر. القناة ديت اللي كانت شغالة على الأحداث داخل مصر وبتنقل أكاذيب جماعة الإخوان كما يروها. وتم وقفها بسبب ضغوط مصرية سعودية. وبعد 30 يونيو حصلت مشكلة ما بين مكتب الإرشاد وبين مكتب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. ده اللي خلى مجموعة من الشباب ينفصلوا بقيادة محمد كمال. محمد كمال قيادي شاب داخل الجماعة انفصل بعد اعتراضاته على اللي بيحصل، وكون هناك في لندن مجموعة جديدة وخلاها جماعة الإخوان بلندن بقيادة أحمد عبد الرحمن. ده سبب مشكلة مع قيادات الإخوان الكبار، منهم مثلا محمود عزت. محمود عزت نائب المرشد. محمود عزت طلع بيان في رفضه لكل الأفكار الشبابية اللي حصلت داخل الجماعة، لأنه عارف ده معناه انقلاب عليهم هم. طبعا هيتأثروا، كل الإسلام السياسي في العالم كله سيتأثر، وهو ابتدأ ربما بتونس بعد سقوط النظام المصري، ان تونس بعد ما كانت في المرحلة الأولى النهضة بقى في المرحلة الثانية، تلاهي المغرب الآن، عبد الله كيران الحزب تراجع عن المرتبة الأولى وتراجع عن مستوياته في الانتخابات السابقة، أيضا حزب أردوغان العدالة والتنمية تراجع عن ال50+1 اللي هي النسبة اللي كانت تؤهله تشكيل حكومة منفصلة، وسيعاد انتخاب البرلمان مرة أخرى. أعتقد أن كل التيارات الإسلامية أو كل الأحزاب الإسلامية في العالم أجمع بالذات في العالم الإسلامي ستتراجع بعد التجربة المصرية. وهيفضل موضوع التنظيم الدولي شاغل بال ناس كتير جدا، وخصوصا بعد ما وقع التنظيم في أغلب الدول. في الحالات اللي جاية هنفتح ملفات جديدة مع الإخوان المسلمين وهنعرف سر جديد من أسرارهم. استنوا.